إعداد قانون للصحافة الإلكترونية، قانون خاص بالصحافة الإلكترونية يساهم في الصياغة ديالو ويساهم في الاقتراح ديالو الناس العاملين والناس اللي هما في الميدان ديال الصحافة الإلكترونية، ماشي يوضعوا واحد في الصحافة وسائل أخرى شبعان فلوس شبعان ريح ديال الدولة شبعان المال أكثر من 30 سنة جا باش يوضع لك واحد القانون على المقاس ديالو، واللي كنا ماشي شهادة ديالنا بل شهادة حتى المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الوطنية تؤكد. نحن نقول له أن هذه الصحافة الصحافة الإلكترونية إذا كانت صحافة بلطجية فهي بلطجية من أجل الوطن، من أجل مصلحة الوطن، وهي لا تبتز الوطن في قضايا مصيرية. كفانا من هذه السلوكيات، بل هذه هي البلطجية، بل هادو هما الناس اللي كيوقفوا ضد المصلحة ديال الوطن. اللي الآن صار ربما جريدة ديالو ما كتباعش أسبوعية، تجاوز الزمن مع ما كيقرا حد بالكاد أنها كتواجد فكتاخذ أكبر المبالغ ديال الدعم 200 حتى 300 مليون. والله ما إن هذا منكر، هذا هو الريع وهذه هي البلطجية وهذه هي المعيشية. وشكرا. اليوم سوا غدا التعديل والو بدا، اليوم سوا غدا.